مرحب بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من هنا العاصمة. والحقيقة النهاردة عندنا أخبار كتير في العاصمة وغير المعاصمة في كثير من المحافظات. طبعا في أخبار بتفرض نفسها وبطبيعة الحال الكل بينتظر أسماء التشكيل الحكومي الجديد اللي كان من المفترض أن يتم إعلانه الأسبوع اللي فات أو على الأقل يوم السبت أول الأسبوع مطلع الأسبوع، ولكن تم تأجيل حتى الخميس. النهاردة الواضح أنه تم الاستقرار بشكل كبير جدا على عدد كبير من الأسماء اللي هتتولى حقائب وزارية في الحكومة الجديدة. تم استقبال بعض من الأسماء المرشحة ليصبحوا وزراء في الحكومة الجديدة وأدلوا كمان بتصريحات، ولكن تم التحفظ على بعض الأسماء لم يعلن عنها بعد. ولكن يا خبر بفلوس، بكرة هيبقى ببلاش، بكرة هيكون في الإعلان عن كل الأسماء، وهيكون كمان أداء اليمين الدستورية أمام السيد الرئيس محمد مرسي. ده خبر كلنا في انتظاره، هنتعرف على تفاصيله في فقرتنا الأولى، بالإضافة إلى خبر الأحداث المؤسفة في دهشور، خناقة عادية ما بين شاب ودى قميصه عشان يتكوي عند شاب آخر مكواجي، القميص اتحرق، حصلت مشادة، خناقة تطورت، كل واحد جاب أصحابه، بقت حكاية استخدمت فيها مولوتوف وأمور أخرى أدت في النهاية إلى إصابة أحد المواطنين المارة في الشارع بالصدفة البحتة، حروق من الدرجة الأولى، جروح صعبة أدت إلى وفاته. اشتعل الأمر بعد ما بالصدفة تم الاكتشاف أنه أحد طرفي الخناقة واحد مسلم والآخر مسيحي. هنتعرف على التفاصيل المتعلقة بالأخبار دي وغيرها في فقرتنا الأولى، فقرة الصحافة. فقرتنا الثانية هيكون هنناقش مع السيد ناصر ترك نائب رئيس غرفة السياحة ولجنة ورئيس لجنة دينية للحج السياحي موضوع الحج السياحي ودخول الحج السياحي في القرعة للمرة الأولى منذ أعوام طويلة. طول الوقت الحج العادي هو اللي بيدخل القرعة، ولكن الحج السياحي بيتم بأساليب مختلفة. إيه الهدف من دخول الحج السياحي القرعة؟ هل ده في صالح شركات السياحة أم في صالح المواطن الراغب في زيارة بيت الله؟ هل هيكون في تغييرات؟ هل هنبطل نسمع عن المشاكل المتكررة والمعتادة في كل حج؟ طبعاً كتير ممكن يستغربوا احنا في ايه ولا في ايه، احنا في رمضان وعندنا تفاصيل اخرى متعلقة بالشهر الكريم، لسه شهرين على الحج. ولكن بكرة هيتم اعلان او اغلاق باب التقدم للحج السياحي ودخول في قرعته، والقرعة ستجرى يوم 20 رمضان، وبالتالي مهم جدا ان احنا نفهم اذا ربما اللي حابب ان هو يشترك يقدر ان هو يسارع بالاشتراك لعله يفوز في القرعة اللي هتكون يوم 20 رمضان ان شاء الله. ده هيكون في فقرتنا الثانية. في فقرتنا الثالثة هنتكلم على مستقبل الحريات الإعلامية والصحفية في ظل وصف من قبل للسيد المرشد العام دكتور بديع المرشد العام لجماعة الأخوان المسلمين لبعض من الصحفيين والإعلاميين بأنهم سحرة فرعون. وفيما بعد توالى الشد والجذب، أخيرا كان في بلاغ تقدم به مرشد الأخوان المسلمين دكتور بديع للنائب العام بيتهم فيها وزير الإعلام، رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، رئيس قطاع الأخبار، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وأحد الصحفيين بمؤسسة روزا اليوسف الصحفية بأنهم بينشروا ويذيعوا أخبار كاذبة. إيه الحكاية؟ هل إحنا رايحين لطريق سيتم تقييد الحريات الصحفية والإعلامية على الرغم أنه مصر تقدمت مؤخرا من خلال استطلاع لإحدى المنظمات الدولية لتصبح تاني دولة عربية بتتمتع بحرية الصحافة، وتقريبا تبوأت المركز الـ44
عالميا، هل احنا رايحين ناحية تقييد ومزيد من القيود على الصحافة، ام انها خطوة مهمة حيث انه الحرية هي مسؤولية، وان لم يتحمل صاحب هذه الحرية او من منح واخذ هذه الحرية مسؤوليته فيجب ان يكون هناك رادع، ويجب ان يكون هناك إجراءات تتخذ لتقنين الوضع. هنتكلم في الموضوع ده النهاردة مع الأستاذ كارم محمود الصحفي المعروف وسكرتير عام نقابة الصحفيين، ودكتور ياسر عبد العزيز الخبير الإعلامي المعروف، والسيد فيصل السيد عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة. ده هيكون آخر فقراتنا، الفقرة الثالثة إن شاء الله. نبدأ بالتشكيل الوزاري واللقاءات اللي أجراها دكتور هشام أنديل رئيس الوزراء المكلف من رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة الجديدة. بالفعل استقبل دكتور أنديل بعض من الأسماء اللي ستكون في الوزارة الجديدة بنسبة كبيرة جدا، مش قادرين الحقيقة نقول 100% 90% 99.9%، مش قادرين نقول ده، لأنه أحيانا بيكون في تغييرات في اللحظة الأخيرة. كان في وزير للأوقاف أو ترشيح أن يكون مثلا دكتور محمد يسري إبراهيم وزيرا للأوقاف، وتلقى تهاني وشكر من هنأوه، وأعلن أنه استخر ربنا وسأل علماء الأمة وقالوا له توكل على الله وتحمل هذه المسؤولية، ودعا ربنا أنه يكون جنبه لصالح الأمة كلها في هذه المسؤولية، وفجأة اختفى اسم دكتور يسري من ترشيحات وزارة الأوقاف. ولكن نقدر نقول أنها يعني نتيجة شبه نهائية، ترشيحات شبه نهائية منها، ومن أبرزها أسماء الحقيقة باقية من وزارة دكتور الجنزوري على رأسهم مع حفظ الألقاب محمد كامل عمرو وزير الخارجية، ممتاز السعيد وزير المالية، نجوى خليل وزيرة التأمينات، نادية زخاري وزيرة البحث العلمي، محمد إبراهيم وزير الآثار. دي الأسماء الباقية والمستمرة في تحمل مسؤولية وزارتهم من وزارة الدكتور الجنزوري. هنا ما حصلش أي دمج للآثار مع الثقافة، بقيت وزارة الآثار كما هي مستقلة بذاتها، وإن كان لم يعلن بعد عن اسم المرشح لوزارة الثقافة. في بعض الأخبار التخمينات ربما عن تولي الشاعر الكبير أستاذ فاروق جويدة مهمة وزارة الثقافة. الوزراء الجدد أحمد طبعا مع حفظ الألقاب، أحمد زكي عبدين وزير التنمية المحلية، عبد القوي خليفة وزير للمرافق ومياه الشرب والصرف الصحي. هنا الملاحظ أنه طبعا السيد أحمد زكي عبدين كان وزيرا لبني سويف ووزيرا لكفر الشيخ، وسيد عبد القوي خليفة كان أول محافظ للقاهرة للعاصمة من بعد الثورة، أصبح وزيرين في الحكومة الجديدة. أسامة صالح وزيرا للاستثمار، مصطفى مسعد وزير للتعليم وهو من الأخوان المسلمين، أسامة العبد وزيرا للأوقاف وهو طبعا كان رئيس لجامعة الأزهر، أسامة كمال وزيرا للبترول، هاني محمود وزيرا للاتصالات، هشام زعزوع وزيرا السياحة وكان مساعدا لوزير السياحة السابق السيد منير فخري عبد النور، طارق وفيق وزيرا للإسكان وهو أيضا من جماعة الأخوان المسلمين، الدكتور محمد رشاد الميتين وزيرا للنقل، محمد بهاء الدين وزيرا للموارد المائية والري، لواء أحمد جمال الدين وزيرا للداخلية، المهندس سعد محمود بلبع وزيرا للكهرباء، صلاح محمد عبد المؤمن وزيرا للزراعة، المهندس أبو زيد محمد أبو زيد وزيرا للتموين والتجارة الداخلية، السيد محمد محسوب عبد المجيد وزيرا للشؤون القانونية والمجالس النيابية وهو من حزب الوسط، والسيد أسامة ياسين وزيرا للشباب وهو من جماعة الإخوان المسلمين أيضا. إذن جماعة الإخوان المسلمين لديها ثلاث حقائب: حقيبة التعليم السيد مصطفى مسعد، حقيبة الإسكان السيد طارق وفيق، والشباب السيد أسامة
ياسين. طبعا احنا سامعين ومتابعين اخبار انه بعض من مهندسي وزارة الكهرباء في وقفات احتجاجية على ترشيح المهندس سعد محمود بلبع وزيرا للكهرباء، ولكن الواضح انه ما فيش استجابة، او ربما كان في محاولة لبحث الامر ولكن تم الاستقرار بشكل شبه نهائي. ونؤكد شكل شبه نهائي، النهائي هيكون بكرة لما نشوف السادة الوزراء وهم بيحلفوا اليمين وبيؤدي اليمين الدستورية امام السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء. طيب احنا معانا على التليفون السيد هاني محمود وزير الاتصالات. مساء الخير يا فندم. اهلا، مساء الخير دينا، اهلا بيكي. نقول سيادة الوزير مرشح لسه، لما حلفناش اليمين يبقى لسه ترشيح. بالظبط. طيب من المفترض انه اداء اليمين الدستورية هتكون امتى بكرة ان شاء الله يا فندم؟ والله احنا مستنيين الميعاد النهائي، لكن نتمنى انها تكون بكرة او يوم السبت ان شاء الله. بكرة أو يوم السبت بإذن الله. طيب أهم الملفات سيد هاني سيادة الوزير يعني اللي ستوليها أهمية وعناية خاصة ويمكن هتكون الأولى بالاهتمام وبالرعاية من جانبك. الحقيقة هي أول أهمية عندنا هي محاولة توفير فرص عمل للشباب. احنا عندنا فرصة كبيرة في قطاع الاتصالات إن مصر ممكن تبقى مركز اتصال للعالم كله. تعرف حضرتك دلوقتي كل الشركات الأجنبية عندها مراكز كول سنترز، ومصر لها تجربه ناجحه كانت في بدايتها ان الشركات دي كلها تيجي تعمل مراكز الاتصال بتاعتها في مصر، وده يخلق فرص عمل كبيره جدا للشباب المصري ان شاء الله. ان شاء الله. اول حاجه هي تنميه هذه الصناعه، لانها بقت صناعه دلوقتي وبتؤثر على اقتصاد البلاد جدا. يعني الهند بتعتمد على صناعه الكول سنتر دي في دعم الاقتصاد الهندي، ومصر مؤهله اكثر من اي بلد ثانيه لهذا المجال. بالتاكيد. ثاني حاجه الحقيقه احنا عندنا من اكبر مؤسسات المصريه هيئه البريد والشركه المصريه للاتصالات. دول يعني مؤسستين كبار جدا محتاجين انهم يتطوروا عشان يسدوا في الاقتصاد المصري. وعندنا مبادره الانترنت فائق السرعه، لان طبعا الانترنت هي المستقبل، ووجود انترنت في كل بيت في مصر هيفرق جامد جدا في الثقافه بتاعت الشعب وفي قدرته على التطور والتعرف على اللي بيحصل في العالم كله. وربنا يوفق ان شاء الله. بس احنا يعني بنناشد الاعلام وجميع التيارات السياسيه انها تساعد الحكومه، دي حكومه مصر واول حكومه بعد الاستقرار وبعد انتخابات رئيس الجمهوريه. فنتمنى ان الكل، احنا كلنا امل وكلنا استعداد ان احنا نعمل اقصى ما في وسعنا عشان مصر تخرج من المرحله الانتقاليه الى مرحله الاستقرار ان شاء الله. ان شاء الله. بالتاكيد كلنا وراكم ومعاكم لخيرنا كلنا والخير مصر. ولكن يعني مناشده وسائل الاعلام، هل هناك تخوف من وسائل الاعلام تحديدا سواء مقروءه او مرئيه او مسموعه سياده الوزير؟ لا الحقيقه احنا مفيش تخوف ولا حاجه، ولكن نتمنى ان الاعلام يساعدنا في التحقيق اللي احنا عايزين نحققه. يعني يبرز السلبيات، لان ده مهم جدا، ده دور الاعلام، ويوضح لنا وينور لنا دور احمر. بس في نفس الوقت لما يبقى في مجهود مبذول يلقي الضوء عليه برضو عشان تبقى الحكايه متوازنه قدام الشعب. بشكرك شكرا جزيلا سيد هاني محمود وزير الاتصالات، وبنتمنى لك بالتاكيد كل التوفيق. ومعانا على التليفون السيد عبد القوي خليفه وزير المرافق ومياه الشرب والصرف الصحي. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. يعني الف مبروك اولا وربنا يعينك ثانيا. الله يخليك يا ست، شكرا، اشكرك. سيادة الوزير، يعني دي أول وزارة مستحدثة، وزارة جديدة، المرافق ومياه الشرب والصرف الصحي، وطبعا لدينا مشاكل كبيرة جدا في مياه الشرب من ناحية والصرف الصحي من ناحية أخرى. حضرتك كنت رئيس شركة مياه الشرب، وبالتأكيد على دراية بتفاصيل على درايه بكل تفاصيل المشاكل اللي بيعاني منها الجميع. ودلوقتي لدينا المشاكل موجوده وبشكل كبير جدا، خاصه في الايام دي. يعني الناس بتشتكي طول الوقت من انقطاع مياه الشرب وعدم وجودها، لدرجه انه بعض اهالي بعض المناطق بيقولوا ان هم مش هيدفعوا فواتير المياه. ازاي هتتصرفوا؟ هل لديك خطه؟ هل لديك رؤيه؟ والله اتفضل يا فندم. الفترة القادمة إن شاء الله هيبقى في تركيز على المناطق اللي هي فيها مشاكل انقطاعات للمية،
ونبتدي نحلها ان شاء الله، ويمكن المشاكل تزيد في المناطق الساحليه، ودي طبعا هيبقى عندنا خطه ان احنا نامن للمناطق الساحليه دي مياه عن طريق مياه الساحليه. ده جزء كبير جدا هنهتم بيه الفتره اللي جايه دي. الحاجه الثانيه ان احنا عندنا مشاكل الصرف الصحي في بعض المدن لسه ما كتبتش المشروعات بتاعتها، هنحاول نكملها. الى جانب ان يكون عندنا في خطه لصرف صحي القرى، لان في 85% من القرى المصريه ما عندهاش خدمه صرف صحي. يا 85% من القرى المصريه ما فيهمش صرف صحي، فاحنا بنحط خطه ان شاء الله زمنيه لانهاء هذه المشروعات ان شاء الله. الوزارة مستحدثة زي ما قلنا في البداية فندم، يعني ملهاش مثلا مديرية في كل محافظة، مكاتب في كل محافظة، ازاي هتتعاملوا مع الوضع الجديد؟ الوزارة دي حضرتك هيتبعها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ودي ليها في كل محافظة ليها جهاز تنفيذي، وفي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي ده برضه خاص بالقاهره واسكندريه والجيزه. وفي الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي اللي هو بيراقب القطاع، وفي الشركه القابضه لمياه الشرب والصرف الصحي، الشركه القابضه ليها شركه في القاهره. فكل المجموعه دي مع بعضيها ان شاء الله هتبقى بتشتغل كلها مع بعضيها تحت اسم الوزارة بإذن الله. هل تم إبلاغكم يا فندم بموعد أداء اليمين الدستورية؟ نعم. هل تم إبلاغكم بميعاد حلفان اليمين أداء اليمين الدستورية بكرة إن شاء الله ولا يوم تاني؟ لا لسه الحقيقة ما تبلغوناش. لسه لم يتم إبلاغكم بعد. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا. مهندس عبد القوي خليفة وزير المرافق ومياه الشرب والصرف الصحي، وبالتأكيد بنتمنى التوفيق للسادة الوزراء الجدد. الحمل مش قليل أكيد، يعني مسؤولية كبيرة، ونتمنى التوفيق ليهم في هذه المهام. طيب، تم إعلان الأسماء اللي قرأناها على حضراتكم منذ قليل، ولكن في حقائب وزارية سيادية مهمة لم يتم الإعلان عن اللي هيتحملوا مسؤوليتها حتى الآن. مثلا وزارة الدفاع لم يتم الإعلان عن وزير الدفاع حتى الآن، وإن كانت يعني الترشيحات نقدر نقول أو التخمينات مثلا تسريبات ربما بتؤكد انه السيد المشير محمد حسين طنطاوي سيبقى وزيرا للدفاع، غير وزاره الدفاع، وزاره الصحه، وزاره الرياضه، وكمان وزاره الثقافه لم يتم الاعلان عن اسماء اللي هيتحملوها بعد. طبعا من ابرز الاسماء اللي بتتولى وبتدخل الوزاره الجديده اللواء احمد جمال الدين وزير الداخليه، ونبدا صغيرة عن سيد وزير الداخلية الجديد اللواء أحمد جمال الدين. هو ولد سنة 52 بمحافظة الغربية، تخرج من كلية الشرطة عام 74. عقب تخرجه بدأ عمله في وزارة الداخلية برتبة ملازم تحت الاختبار بمديرية أمن الفيوم. ظل فترة طويلة تحت الاختبار حتى انتقل للعمل في مباحث شمال سيناء، ومنها إلى إدارة مباحث جنوب سيناء. ظل اللواء جمال الدين بمباحث جنوب سيناء حتى تم نقله للعمل في الإدارة العامة لشرطة رعاية الأحداث، وظل بها حتى تم نقله للعمل في الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، ومن ثم تم تعيينه عقب ذلك مفتش الأمن العام بمحافظة سوهاج، وانتقل بذات المنصب وعمل كمفتش للأمن العام في محافظة القاهرة. إذن من جنوب سيناء لشمال سيناء إلى الصعيد سوهاج وصولا إلى القاهرة. أيضا جدير بالذكر أنه اللواء أحمد جمال الدين هو شقيق السيد عبد الأحد جمال الدين، وهو طبعا واحد من قيادات الحزب الوطني المنحل. حزب العدل استنكر التشكيل الوزاري الجديد، وقال إلى أنه الترشيحات أغلبها من تيار واحد وفصيل واحد حسب بيان الحزب، وفي نفس الوقت بتثير هذه الترشيحات كثير من المخاوف من تدخل مكتب الإرشاد للضغط على رئيس الوزراء دكتور
منديل لتعيين أسماء بعينها. أشار الحزب أيضا إلى ضرورة أن يتم الإعلان عن معايير اختيار كل من رئيس الحكومة والوزراء ليشعر المواطن أن ذمن المجاملات قد ولى، وأن الدولة تسير في المسار الصحيح نحو مستقبل أفضل لأبنائها. الحزب طالب أن يكون معيار اختيار الوزراء أساسه الكفاءة والمهنية بعيدا عن أي معايير أخرى تتعلق بالتوجهات السياسية والفكرية والانتماءات الحزبية، وأن تضم الحكومة الجديدة الأكفأ والأصلح لإدارة شؤون البلاد. ده من حزب العدل. من حزب النور، حزب النور السلفي، عضو بالهيئة العليا للحزب قال أنه الأخوان نقضوا وعودهم وتجاهلوا ترشيحاتنا للحكومة. التصريحات دي كانت على لسان الدكتور أحمد خليل عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفي، وكشف عن رفض الحزب المشاركة في حكومة الدكتور أنديل بسبب نقد حزب الحرية والعدالة الدراع السياسية لجماعة الأخوان المسلمين عهوده مع النور. وقال ان النور رفض عرض الدكتور أندير رئيس الحكومة بإسناد وزارة البيئة لخالد عالم الدين، مشيرا الى ان هذا يناقض ما تم التوافق عليه مع الحريه والعداله. ولفت خليل الى ان الحريه والعداله والدكتور انديل تجاهلوا حزب النور خلال مفاوضات تشكيل الحكومه، منوها الى ان الطرفين لم يهتما بمناقشه الحزب فيما اقترحوا من اسماء شخصيات لتولي الحقائب الوزاريه. اذا واضح انه حزب النور كان ليه بعض الترشيحات اللي طرحها على دكتور انديل، ولكن تم تجاهلها حسب ما قاله سيد احمد خليل عضو الهيئه العليا لحزب النور. والحزب رفض ترشيح السيد خالد عالم الدين عضو الحزب ليتولى حقيبة البيئة. مش عارفين يعني حزب النور كان حابب يكون أسماء المرشحة في أي وزارات بالضبط، ولكن كان في بعض الأخبار أنه كان في رغبة كبيرة أنه يتولى أحد أعضاء وزارة التربية والتعليم أو وزارة الشباب. والحقيقة الوزارتين دول كانوا من نصيب الأخوان المسلمين، السيد أسامة ياسين وزيرا للشباب، والسيد مصطفى مسعد وزيرا للتربية والتعليم، بالإضافة إلى السيد طارق وفيق وزير الإسكان. ثلاث وزارات، ثلاث حقائب وزارية احتفظ بها حزب الحرية والعدالة لنفسه. خبر كمان أنه السيد الدكتور محمد سليم العوة بيلتقي بالدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، وهناك بعض التكهنات لانضمامه إلى الفريق الرئاسي. طبعا تم إسناد مهمة ملف العدالة الانتقالية، سيد سليم العوة مستشار العدالة الانتقالية، من المفترض في الفريق الرئاسي الخاص بدكتور محمد مرسي. دكتور العوة قال انه الموضوع اللقاء كان ودي وكان طبيعي جدا، مواطن مصري كان حابب ان هو يشكي همومه للسيد الرئيس، وليس لها أي مدلول آخر لقبول أي منصب أو حتى منصب مستشار رئيس الجمهورية. إذن الدكتور العوة بيقول أنه هو كمواطن كان بيشكي همومه للسيد الرئيس، ولكن ما كانش في أي كلام خالص على كونه مستشار أو للرئيس لشؤون العدالة الانتقالية أو أي منصب آخر. طيب إحنا معانا على التليفون السيد أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب السابق عن حزب النور السلفي وعضو الهيئة العليا لحزب النور السلفي. مساء الخير يا فندم. نور يا دينا، أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بيك. إيه رأي حضرتك في التشكيل الوزاري الجديد المعلن حتى الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا بس في نقطة نحب نوضحها، أولا إن تشكيل اختيار رئيس الوزراء والوزراء هو يعني حق خالص لرئيس الجمهوريه، لان هو يعني المسؤول الاول والاخير عن نجاح ويعني او عدم نجاح هذه الوزاره. من حقه ان هو يختار الاشخاص الذين يعني يرى من وجهه نظره انهم الانسب في هذه المرحله لتحقيق الوعود التي وعدها للمجتمع المصري والمشروع اللي طرحه على الشعب المصري وعلى اساس تم انتخابه. فلازم احنا نقر بهذه الحقيقه. ثانيا يعني احنا فعلا كان هناك يعني اتفاق على او يعني وعود بمشاركه حقيقيه في الوزاره. اذا لم تكن هذه المشاركه الفعليه موجوده، ده امر ما يحزنناش
واحنا بنخدم الوطن من اي مكان، ولكن ما يحزناش. اسمح لي دكتور لا اشرف سيد، يعني لا يحزننا يعني، ولكن احنا هنخدم الوطن من اي مكان. وبرضه في نفس الوقت بس الواضح انه احزن اخرين ايضا في الهيئه العليا لحزب النوري فندم، يعني لحضرتك بس يعني في نفس الوقت لا نقبل ان تكون المشاركه مشاركه رمزيه كما حدث مع وزير المرشح للبيئه الدكتور خالد علم الدين وهو من اعضاء حزب النور، ولذلك يعني هو اعتذر للسيد رئيس الوزراء عن عدم المشاركة. طيب اسمح لي دكتور أشرف ثابت، يعني هو اعتذر ولا الحزب رفض شايف انه دي هتكون؟ اعتذر بناء على توجيهات الحزب. بناء على توجيهات الحزب. طيب أيوة. يعني حضرتك بتقول انه ده ما احزناش، يعني التشكيل الوزاري المرة حتى الان ما احزناش كحزب نور. نتمنى التوفيق للوزارة اللي موجودة وان هي جميل جدا. ولكن الدكتور احمد خليل عضو الهيئة العليا للحزب حزب النور يعني بدا حزينا يعني، وقال انه الاخوان نقضوا وعودهم وتجاهلوا ترشيحاتنا للحكومة الجديدة. والله احنا يعني نتعامل سياسة موجودة، السياسة احنا لازم نقر بحق الاخرين في تحمل مسؤولياتهم. احنا كنا على استعداد للمشاركة، بس مشاركة حقيقية وفعالة. مشاركة حقيقية وفعالة، اي حقائب وزارية كنتم تحبهم ان انتم تكونوا متواجدين فيها كحزب النور؟ احنا قدمنا يعني اشخاص الحمد لله يعني ذو كفاءة عالية، سواء كانوا تكنوقراط او كانوا وصلوا لدرجة وكيل وزارة في وزاراتهم المرشحين فيها، منها وزارة الاتصالات، قطاع الاعمال، وزاره الاستثمار، يعني كان في اكثر من وزاره، وزاره الاوقاف كنا مرشحين برضو استاذ في جامعه الازهر، يعني ولكن الترشيحات دي ربما لم تلقى قبولا لدى السيد رئيس الجمهوريه. تمام، يعني قدمتم اسماء او اقترحتم اسماء للاتصالات وقطاع الاعمال والاستثمار، ما قدمتوش اسماء يا فندم لوزاره التعليم لوزاره الشباب؟ لا لا ما طرحناش لا للشباب ولا للتعليم. طب يعني شايف فقط انه مثلا وزاره الاستثمار وقطاع الاعمال تم اسنادها الى اخرين، هل شايف بناء على انه تم يعني ايجاد الاكفأ او الانسب من الاسماء، ام كان روعي فكره عدم تخوف المستثمر القادم من الخارج مثلا من تولي هذه الحقيبه واحد من حزب النور؟ كمواطن مصري اتكلم لحضرتك، كمواطن مصري انا سعيد جدا بتولي دكتور اسامه صالح حقيبه الاستثمار، هو رجل يعني ذو كفاءة عالية وعلى دراية كبيرة جدا بمشاكل المستثمرين في مصر. أنا كمواطن عادي في جمهورية مصر العربية أنا سعيد جدا لتولي الدكتور أسامة صالح وزارة الاستثمار. تمام، مش شايف إنه إسنادها عدم إسنادها ليكم كان بناء على تخوفات أو يعني بعد للمستثمرين مثلا عن الاستثمار في مصر بناء على توليها لواحد من الحزب؟ كان مترشح يعني كان الحزب مقدم اكثر من شخصيه منها يعني الدكتور ايمن رفعت المحبوب، كنا احنا مقدمينه، مش يعني احنا ما كناش بندور على شخصيات، لكن الدكتور اسامه صالح احنا سعداء جدا بتولي هذه الوزاره. دكتور ايمن رفعت المحبوب ابن دكتور رفعت المحبوب الله يرحمه، رئيس مجلس الشعب الاسبق. وهو عضو في الحزب حزب النور، هو ليس عضو في الحزب، ولكن احنا كنا مقدمينه من ضمن الكفاءات اللي بنطرحها على مؤسسه. الكفاءات اللي بتطرحوها بشكل عام، بس مش لازم يكون كادر من كوادر الحزب. هو طرحينه مش لوزاره الاستثمار على وجه الخصوص، ولكن لاي وزاره اقتصاديه موجوده يعني. لاي وزاره اقتصاديه. تمام، يعني اذا لا تشعروا بالحزن ولكن يعني موافقين متفائلين بالتشكيل الحكومي المعلن حتى الان؟ والله نتمنى لهم التوفيق، ولكن احنا بنتكلم كموقف حزب موجود، احنا كحزب يعني لا نقبل الا ان تكون مشاركتنا مشاركه حقيقيه وفعاله لنتحمل مسؤوليتنا امام المواطن المصري، اما اذا كانت مشاركه رمزيه فاحنا بغينا عنها ان نتحمل مسؤوليه وزاره نحن لن نشارك فيها. بشكرك شكرا جزيلا دكتور اشرف ثابت، عضو الهيئه العليا لحزب النور السلفي ووكيل مجلس الشعب السابق. طيب سمعنا رد السيد أشرف ثابت عن حزب النور على الرغم أنه في اختلاف يعني وتباين في المواقف بينه وبين دكتور أحمد خليل أيضا عضو الهيئة العليا لحزب النور، وسمعنا استنكار حزب العدل للطريقة اللي تم بها يعني اختيار الوزراء واعتراضهم على التشكيل الوزاري، ولكن في كل الأحوال بالتأكيد نتمنى للحكومة الجديدة بتشكيلتها النهائية للمفترض بإذن الله أن هي تعلن بكرة زي ما كانت التصريحات، ولكن الحقيقة يعني السادة الوزراء أو المرشحين بشكل شبه نهائي سواء دكتور عبد القوي خليفة أو السيد وزير الاتصالات قالوا لنا أنه حتى الآن لم يحدد موعد
بالغد لأداء اليمين، وإنه احتمال يكون بكرة أو يكون يوم السبت اللي جاي إن شاء الله. طيب، من التشكيل الوزاري إلى دهشور، يوم الخميس اللي فات شاب مصري قرر إن هو يكوي قميصه، عادي جدا، حق لكل المصريين، فراح للمكواجي اللي هو شاب مصري آخر. المكواجي أخذ القميص، وهو بيكوي القميص، القميص اتحرق. طبيعي جدا، وبتحصل طول الوقت، وبتحصل في كل الأماكن وفي كل المكواجية وفي كل البلاد وفي كل القرى وفي كل النجوع. حصلت خناقة، بتحصل برضو، مشادة كلامية، أخذ ورد، تطور لاشتباك بالأيدي، بقت خناقة كبيرة جدا، تلم الناس، وبعدين فيما بعد كل واحد بدأ يحشد أهله، أصحابه، قرايبه، زي ما بيحصل للأسف شديد في كتير من الخناقات. بدأ يكون في تجمهر أمام بيت المكواجي ومحله. تصادف وفهمنا فيما بعد أنه هذا المكواجي هو شاب مصري مسيحي الديانة. الشاب اللي كوى قميصه شاب مصري مسلم الديانة. بعد التطور للأسف الشديد بدأ يكون في محاولة للهجوم على المنازل، لفتح البيوت، لتكسيرها، لتدميرها. فبدأ الناس التانيين اللي بيحافظوا على بيوتهم يطلعهم يحدفوا طوب، وللأسف كان كمان في مولوتوف، زجاجات مولوتوف. بدأ يكون في تبادل لإلقاء الإزازات دي. فيما بعد للأسف شديد مواطن مصري، شاب مصري، معاذ، عنده 19 سنة، بيمر بالصدفة البحتة من الشارع وقت الخناقة، بيصاب بإحدى هذه الزجاجات، بيحصل له حروق من الدرجة الأولى وجروح عميقة، والحالة كانت صعبة. بعد يوم بيتوفى معاذ للأسف الشديد، وبالتالي تشتعل الأمور أكتر وأكتر، والكل بيحاول البسها رداء الفتنة الطائفية. بدأ الأمور يتم تصويرها على أنها فتنة طائفية، وبدأ يكون في تربص كل واحد، كل طرف للآخر، في تجمع قدام البيوت، وكمان للأسف شديد تجمع قدام كنيسة مار جرجس في منطقة البدرشين ومنطقة دهشور. الأمن تدخل، تحولت المنطقة والقرية الهادية جدا اللي موجود فيها سكانها وأهلها المصريين سنين وسنين وسنين، كأهل وجيران وحبايب وصحاب، كبروا مع بعض، اتعلموا مع بعض، جاملوا بعض في أفراحهم وفي أحزانهم، وكانت الحياة مستمرة. ولكن فجأة بتتحول القرية إلى ثكنة عسكرية، القوات الشرطة وقوات الأمن متواجدة علشان ما تتجددش المصادمات تاني، وعلشان ما يحصلش تطور. للأسف حصل فيه تطور النهاردة، وكان فيه محاولة لاقتحام الكنيسة أدى إلى إصابة 6 منهم مدير إدارة البحث الجنائي، وأيضا منهم والد الشاب المتوفي معاذ. للأسف الشديد تم تهجير عدد كبير من الأسر المسيحية في هذه القرية وفي المنطقة. وطبعا السؤال اللي بيطرح نفسه والكل بيتكلم عليه، هل ده تفكير منطقي؟ هل الأفضل أن احنا نخرجهم برا بيوتهم، نهجرهم من على أرضهم وجزرهم وحاجتهم ووضعهم وتفاصيلهم وحياتهم، ولا أن احنا نحميهم، ولا أن احنا نتعامل مع الموضوع بشكل قانوني، نشوف مين اللي أخطأ، مين اللي عمل حاجة غلط، وبالتالي يتم القبض عليه، يتم التعامل معه بشكل قانوني، وبالتالي يكون في رادع للكل. هل الحل أن احنا نخرج نص أهل القرية برا القرية؟ هل الحل؟ طب وازاي هيرجعوا؟ وبعد إيه هيرجعوا؟ وليه دايماً هو ده نمرة واحد، الحل رقم واحد؟ ليه ما بيجيش فكرة التعامل بشكل قانوني؟ ولغاية إمتى هنبتدي نتعامل مع هذه المشاكل بشكل دفن رؤوسنا في الرمال كنعام؟ عندنا مشكلة أساسها غير طائفي على الإطلاق، غير متعلق بفتنة طائفية. كل أهالي البلد مسلمين ومسيحيين بيأكدوا أنه ما كانش فيه رواسب، ما كانش فيه خلفيات، ما كانش فيه مشاكل قديمة حتى أدت إلى أنه النار ولعت بالشكل ده فجأة. المشكلة هي مشكلة بسيطة جدا، هايفة جدا، ولكن لأن ما كانش فيه تعامل سريع مع الوضع بشكل حكيم،
انفجر الوضع وتحولت إلى ما يشبه الفتنة الطائفية، ولكن للأسف شديد هي دي مش الأساس. الأساس أنها مشكلة عادية جدا، ولكن في ظل إطار الاستقواء وممارسات البلطجة وكل واحد شايف أن هو ياخد حقه بدراعه، بتحصل في أماكن كتيرة جدا، بتحصل بين مسيحيين ومسيحيين، وبتحصل بين مسلمين ومسلمين، وبتحصل أحيانا ما بين أفراد الأسرة الواحدة، وبتحصل في بعض الأماكن ما بين عائلتين متجاورتين ويمكن بينهم نسب كمان. فنرجو أن يكون في تعامل حكيم مع الوضع، ما يكونش بس في قصة تبويس اللحى ويعني أفكار مصالحات شكلية بعيدة تماما عن الحل الجوهري. طيب بعد الخبر ده الحقيقة عندنا خبر رائع متعلق باختيار سيدة مصرية وعالمة مصرية بالأحرى كمسؤولة دولية في إحدى المنظمات الدولية وتحديدا منظمة اليونسكو، وهي الدكتورة بشرى سالم. جاء اختيارها من خلال انتخاب لعدد كبير جدا من ممثلي دول العالم داخل اليونسكو، وتم الاستقرار عليها كمسؤولة الإنسان، حقوق الإنسان وحقوق الإنسان والبيئة في منظمة اليونسكو. معانا على التليفون الدكتورة السفيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة. مساء الخير يا فندم. أهلا، مساء الخير يا دين. بيمثل ايه يعني هذا الاختيار للدكتورة بشرى سالم في ظل اقصاء للمرأة زي ما شفنا يعني في الوزارة الجديدة؟ حتى الان لم نجد الا امرأة واحدة فقط، وهي الدكتورة نادية زخاري، وطبعا الدكتورة أمينة خليل، الدكتورة نجوى خليل انا اسفة، كوزيرة للتأمينات الاجتماعية. اولا ده يمثل وضع مصر في العالم واهميته، نساء ورجال. في الأمة كان الانسان المصري له تقديره واحترامه وعتلى مراكز هامه جدا زي اللي اعتلتها دلوقتي بشرى سالم. ودكتوره بشرى سالم دي اول امراه في العالم مش في مصر تاخد هذا المنصب. المنصب ده مهم جدا لانه بيتكلم عن رئاسة مجلس استشاري دولي لبرنامج مهم جدا، وهو برنامج الإنسان والبيئة المحيطة. يعني الاستشعار عن البعد، عن حماية المحميات الطبيعية، بيئة الإنسان وتأثيرها عليه وعلى مستقبل الأجيال. ده بيتم انتخاب الشخص اللي يتولى هذا المنصب 200 دولة هم اللي بينتخبوه. فتخيلي ان 200 دوله اختارت سيده عالمه مصريه لكفاءتها ولنشاطها في المجال العلمي والفني الخاص بالانسان والبيئه، لان البيئه دي اصبحت قضيه مهمه جدا تاثر علينا في الانتاج والاقتصاد وفي معيشه الانسان ومستقبل الاجيال كلها. الدكتوره بشرى عندها عضوية في العديد من الجمعيات العلمية، والحقيقة ده فخر لمصر ولسيدات مصر، وبنقول لرجال مصر ان السيدات المصريات لهم وضع دولي مهم جدا. ولو استعرضنا التاريخ ولو برنامجي وقته يسمح كنا نقول من كذا عقد في القرن اللي فات، من قبل يعني من منتصف القرن اللي فات، السيدات المصريات اعتلوا مراكز ولأول مرة تعطى لامرأة. ونرجو انه يهتموا بالمرأة داخليا ايا كان الوضع. وطبعا انت اشرتي ان ما فيش غير 2 سيدات في التشكيل الجديد، هذا يعني كنا نتمنى انه يكون اكثر من كده، ما يوازي قيمة وعمل المرأة ومشاركتها، المرأة المصرية ومشاركتها في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ده اللي لازم نحكي. وانا بحييكي وبحيي برنامجي ان انت ذكرتي واشرتي الى قضيه بشرى سالم، لكي يعرف المستمع والمشاهد قيمه الانسان المصري في الخارج قبل الدخل.
بشكرك شكرا جزيلا سيادة السفيرة ميرفت التلاوي رئيسة المجلس القومي للمرأة. المهم جدا والرائع جدا انه في ظل النقاشات اللي بتتجدد يوم بعد الآخر والحقيقة أنها غير مجدية. الناس اللي هي بتتكلم أنه مكان المرأة البيت وملهاش مكان غير البيت ومش المفروض أنها تشتغل ومش المفروض أنها تتعلم ومش المفروض أن يبقى ليها حقوق ومش المفروض ومش المفروض ومناقشات سوفسطائية عميقة جدا في ظل وقت إحنا خلاص عدينا ده. الأجمل أنه الحقيقة أنه المرأة المصرية مستمرة في عطائها وفي تقدمها وفي تعلمها وفي تبوؤها كمان أماكن ومكانة عالية سواء محليا أو عالميا. لدينا الحقيقة العديد من النساء المصريات العظيمات اللي ربما مش مسلط عليهم الأضواء جوه البلد وكمان خارج البلاد الحقيقة في الدول العربية وفي الدول الأوروبية. يعني معروف مكانة لأنه الحقيقة احنا في وقت بيتم التعامل مع الانسان مش بناء على جنسه ولا لونه ولا دينه ولا عرقه ولا شكله ولا مظهره ولا طريقه لبسه ولا معاه كام ولا ابن مين ولا 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 بيتم التعامل معه على كفاءته، هيقدر يعمل ايه، هيقدر يدي ايه، وازاي هيقدر يفيد المكان اللي هو فيه. وبالتالي المراه مستمره حتى وان ابى البعض من اللي بيحبوا يجددوا النقاشات في هذا القبيل. أخبرنا كل يوم فيها الحلو والمر، على الحلو والمر الحقيقة احنا طول الوقت موجودين وبنتابع مع حضراتكم كل هذه الأخبار. امبارح كان في سؤال جديد وفي فائز أيضا جديد برحلة العمرة، والفائز اللي فاز وجاوب على السؤال بالأمس هو الأستاذ محمد هاشم محمد من نجع حمادي بمحافظة إنا. مساء الخير يا استاذ محمد. انا مساء النور. الف مبروك. الله يبارك فيك. الله يخليك يا استاذه. عمره مقبوله مقدما ان شاء الله. الله يخليك. الله يخليك. الله يحفظك. السؤال امبارح كان سهل؟ لا كان سهل ان شاء الله. طيب الحمد لله. السؤال امبارح كان كم مرة ذكرت فيها كلمة الصوم في القرآن الكريم، والاختيار كان ما بين ثلاثة، 14 مرة ولا 15 مرة ولا 16 مرة؟ لا 14 مرة كان. 14 مرة والإجابة كانت صحيحة، وكنت سعيد الحظ وفزت برحلة العمرة. ألف مبروك وعمرة مقبولة مقدما إن شاء الله. ان شاء الله احنا بيلكم هناك ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا استاذ محمد هاشم. استاذ محمد فاز برحله العمره. طيب سؤال النهارده هو ما هي صله القرابه بين سيدنا عمر بن الخطاب وابو جهل؟ والاختيارات برضو ثلاثه، هل هو خال عمر، عم عمر، ام ابن خال عمر؟ هو ده السؤال. نتمنى ان حضراتكم تسارعوا بالاجابه ونتمنى ان تكونوا من سعداء الحظ وتفوزوا معانا برحله لاداء مناسك العمره ان شاء الله. دلوقتي هنروح لتقرير عن مبادره زراعه 10,000 شجره ومليون ورده، وده بالتنسيق مع اربع محافظات، القاهره والجيزه واسكندريه ومطروح. تزامناً مع حملة وطن نظيف جاءت مبادرة زراعة 10,000 شجرة ومليون وردة التي تقوم بها مؤسسة الأمل الأهلية بالتنسيق مع المحافظات، وكانت البداية من محافظة الجيزة حيث اختيرت الحدائق المقابلة لجامعة القاهرة لتكون رمزاً لبداية انطلاق المبادرة. المبادرة بتاعتنا هي 100,000 شجرة لأربع محافظات، الجيزة والقاهرة واسكندرية ومطروح. الجيزة هتاخد 25,000 شجرة و 250,000 وردة. كل المجتمع لازم يقوم وكل واحد يعمل حاجة اللي هو بيقدر عليها، فهي المبادرة دي لتحفيز الناس، كل فرد في المجتمع يحس ان بلده بتتغير للأجمل عشان هو كمان يمد ايده ويشتغل ويتحرك. هنروح الأحياء الشعبية، هنركز عليها المناطق الحدائق اللي خلت من الأشجار العالية في المناطق العشوائية، عايزين نحط فيها شجر في مبابة، في منطقة شارع المطار، في منطقة اللبيني، في الهرم، في منطقة بولاء الدكرور، كل المناطق اللي احنا بنزيل منها مخلفات حاليا هنحط فيها أشجار. القيام بتشجير منطقة مشجرة بالفعل أثار تعجب المرة،
وهو ما جعل أحدهم ينتظر وصول المحافظ ليتحدث إليه. لقيت يقط مخطوطة. كويس. هو احنا لسه بنعمل اعلانات نجيب يافطة نحطها ونقول المحافظ بيعمل والمحافظ بيسوي وفلان بيسوي، والناس عايمة قاعدة في زبالة وعايشة في مجاري وما عندهاش مية والكهرباء كل ساعة بتضرب، بدل ما يجي هنا ويصور يروح يصور في المناطق ديت وينزل يمشي فيها كده على رجليه يشوف هيعرف يعدي ولا مش هيعدي. لا انا لا عايز يقفل ولا عايز اي حاجه. شيلها بقى، شيلها بقى الوزير، شيلها الوقت، شيلها اليافطه دي، شيل اليافطه دي مختار. مبادره زراعه 10,000 شجره ليست فقط دعوه للتجميل ولكنها دعوه للنظافه، فهي تضيف رئه تقاوم تلوث الهواء وتحتل مكان قمي قمامه محتمل. ألاء جويش، هنا العاصمة.